نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فشرعنا في الدرس الماضي في الكلام حول أحكام الأذان والإقامة، وصلنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة. ومستند ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه والتثويب في الصبح وأن يؤذن قائما للقبلة. ذكر رحمه الله تعالى خمس سنن: السنة الأولى إدراج الإقامة، والمراد بالإدراج الإسراع في الإقامة، لكن لا ينبغي أن يكون الإسراع إسراعا مخلا بحيث لا تفهم الكلمات، بل إسراعا مناسبا للأذان، يعني بالنسبة للأذان يكون إسراعا، وإلا فإنه يستحب أن يجاب المقيم كما يستحب أن يجاب المؤذن. والسنة الثانية التي ذكرها هي ترتيل الأذان، والمراد بترتيل الأذان أي التأني فيه من غير تمطيط، ويجمع كل تكبيرة بصوت وكل تكبيرتين بصوت، ويفرد بقية الكلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال كما أخرج الترمذي من حديث جابر: إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر. وأيضا الأذان يستحب الترتيل فيه لأنه نداء للغائبين، فناسب أن يرتله، بخلاف الإقامة فإنها إعلام للحاضرين فناسب الإدراج فيها. السنة الثالثة الترجيع، قال الإمام النووي: الترجيع فيه. وصورة الترجيع أن يأتي بالشهادتين أولا بصوت منخفض يسمعه من كان قريبا منه، ثم يأتي بالشهادتين جهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أبا محذورة رضي الله تعالى عنه الترجيع كما جاء في صحيح الإمام مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة في الترجيع أن يتذكر المؤذن وأن يتذكر أيضا السامع خفاء الشهادتين في أول الإسلام ثم ظهورهما بعد ذلك، وفي ذلك تذكر لمنة المولى سبحانه وتعالى على عباده. وأيضا من فوائد الترجيع أن يتدبرهما ويخلص فيهما، لأن الشهادتين هما المقصودتان اللتان تنجي صاحبهما يوم القيامة. وطبعا الترجيع سمي بذلك لأنه يرجع إلى رفع الصوت بعد خفضه، فإنه يأتي بهما بصوت منخفض يسمعه من كان قريبا منه ثم يرجع إلى رفع الصوت. والسنة الرابعة التثويب في أذاني الصبح، في الأذان الأول وفي الأذان الثاني. والتثويب معناه أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم مرتين. وقد ثبت التثويب في حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه. ويكره التثويب في غير أذان الصبح، كما يكره أيضا أن يقول المؤذن: حي على خير العمل. ونحن في بلادنا في صنعاء الزيدية يأتون بهذا في أذانهم، فيقولون: حي على خير العمل، بعد قولهم: حي على الفلاح، وقبل التكبيرتين الأخيرتين في الأذان. وفقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا: يكره أن يقول المؤذن: حي على خير العمل.
السنة الخامسة التي ذكرها رحمه الله أن يؤذن قائما وأن يكون للقبلة، وهما سنتان في الحقيقة. السنة الأولى أن يكون قائما، والسنة الثانية أن يكون مستقبلا للقبلة. وطبعا الأذان حال القيام هذا هو الذي نقله الخلف عن السلف، وكذلك الأذان مستقبلا القبلة أيضا هو منقول من الخلف عن السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين لبلال رضي الله عنه: قم يا بلال فنادي، قم يا بلال فنادي. ويستحب القيام في الأذان كما يستحب القيام في الإقامة. ومما لم يذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج أنه يستحب الالتفات حين الحيعلتين، فيلتفت يمينا ثم يقول حي على الصلاة مرتين، ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الفلاح مرتين. ويسن أيضا أن يجعل المسبحتين في صماخي أذنيه في الأذان فقط، أما في الإقامة فلا يستحب ذلك، وذلك لأن جعل المسبحتين في الصماخين في صماخي الأذنين يرفع به الصوت، ورفع الصوت مطلوب في الأذان دون الإقامة. ولذلك نقول بارك الله فيكم إن بعض السنن يختص بها الأذان، وبعض السنن تختص بها الإقامة، وبعض السنن يشترك فيها الأذان والإقامة. فمن السنن التي يختص بها الأذان أربع سنن: سنة الترتيل، هذه مما يختص بها الأذان، وسنة وضع المسبحتين في صماخي الأذنين يختص بها الأذان، سنة الترجيع يختص بها الأذان، سنة التثويب في أذاني الصبح هذه يختص بها الأذان. هذه أربع سنن يختص بها الأذان. وأما ما تختص به الإقامة فهو الإدراج، أي الإسراع بالإقامة. وأما السنن التي يشترك فيها الأذان والإقامة فمنها الالتفات عند الحيعلتين، فالالتفات مستحب عند الحيعلتين سواء في الأذان أو في الإقامة، كذلك استقبال القبلة مستحب في الأذان أو في الإقامة، كذلك القيام مستحب في الأذان والإقامة. إذا تقرر هذا فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال بعد ذلك: ويشترط ترتيبه وموالاته، وفي قول: لا يضر كلام وسكوت طويلان. شرع رحمه الله تعالى في ما يشترط في الأذان، وهنا نقول هنالك شروط تشترط في الأذان وهنالك شروط تشترط في المؤذن. فبدأ رحمه الله تعالى فيما يشترط في الأذان، وما يشترط في الأذان أكثر مما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، فهو اقتصر على شرطين: الشرط الأول الترتيب. وطبعا لما قال الإمام النووي رحمه الله ويشترط، أي يشترط في كل من الأذان والإقامة، فهذان الشرطان ليسا خاصين بالأذان بل أيضا يشترطان في الإقامة. الشرط الأول الترتيب، فلو لم يرتب بأن بدأ مثلا المؤذن من قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم بدأ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حينئذ نقول تبني على المنتظم، أي تبني على ما بدأت في قولك الله أكبر، الله أكبر، واضح؟ يبني على المنتظم، لا أنه يعيده أولا من أول مرة، أو لا أنه يعيده من أوله، بل يبني على المنتظم. هذا إذا لم يرتب. إذن الشرط الأول الترتيب، فلو لم يرتب بنى على المنتظم، وإذا استأنفه من أوله فهذا أفضل، لو استأنف الأذان من أوله فهذا أفضل، ولو بنى على المنتظم أجزأه ذلك. الشرط الثاني الموالاة،
فلا يضر فصل يسير بين كلمات الأذان، سواء كان هذا الفصل بسكوت يسير أو بكلام يسير، هذا لا يضر. وبالتالي نقول إذا كان الفصل بكلام أو بسكوت يسيرين فإنه لا يضر، وإذا كان بكلام طويل أو بسكوت طويل فإنه يضر على المعتمد. واضح؟ يضر على المعتمد. ولذلك قال هنا ويشترط ترتيبه وموالاته، وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلا، وقوله وفي قول إشارة إلى تضعيف ذلك القول. من شروط الأذان والإقامة أيضا أنه يسمع نفسه إذا كان يؤذن لوحده، يعني إذا كان يؤذن لنفسه فيسمع نفسه على الأقل، فإن كان يؤذن لجماعة فالشرط أن يسمع ولو واحدا من الجماعة، فالشرط أن يسمع ولو واحدا من الجماعة. شرط الرابع من شروط الأذان والإقامة عدم البناء على أذان الغير، عدم البناء على أذان الغير، لأن البناء على أذان الغير يوقع في اللبس، فلو مثلا أذن أحد الناس إلى نصف الأذان ثم حصل له مانع كسعال أو نحوه فأتى آخر فإنه لا يبني على أذان أول بل يستأنف الأذان من أوله. وأيضا من شروط الأذان دخول الوقت كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كلام المصنف. قال رحمه الله تعالى ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ، أي ويكره الأذان للمحدث. ومحل كراهة الأذان للمحدث إذا أذن بلا تيمم، أما إذا أذن المحدث حال كونه متيمما فلا كراهة. وكذلك يكره الأذان للجنب، وأيضا محل الكراهة إذا أذن بلا تيمم، والكراهة للجنب أشد. والإقامة من المحدث والإقامة من الجنب أغلظ، لأن الإقامة قريبة من الصلاة، وإذا انصرف فإنه يتسبب في وقوع الناس فيه وكلام الناس عنه، لماذا ينصرف قرب الإقامة. وفي سنن الترمذي حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ، وهذا الحديث محمول على الكمال. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعض ما يسن في الأذان. طبعا كأنني تركت فقرة صح، وشرط المؤذن الإسلام والتمييز الذكورة، ما قرأت هذا صح؟ وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة. نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة شروط في المؤذن، يشترط في المؤذن ثلاثة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الأذان والإقامة من كافر. والشرط الثاني التمييز، فلا يصح الأذان والإقامة من غير مميز كمجنون وسكران. والشرط الثالث الذكورة، فلا يصح أذان الأنثى، وقد فصلنا في أذان المرأة في الدرس الماضي، وقلنا يمكن أن نلخص المسألة فنقول إن أذان المرأة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إذا أذنت المرأة بقدر ما تسمع نفسها أو بقدر ما تسمع صواحبها أثيبت ثواب الذكر لا ثواب الأذان، وإذا أذنت المرتبة الثانية فوق ذلك، أي فوق قدر ما تسمع صواحبها ولم يسمعها أجنبي، واضح، فإن هذا يكون مكروها. وإذا أذنت بحيث يسمعها أجنبي فإن هذا يكون حراما. إذا نعود إلى شروط المؤذن، الإمام النووي رحمه الله ذكر في شروط المؤذن ثلاثة شروط، الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التمييز، الشرط الثالث الذكورة. وهذا في مؤذن بارك الله فيكم لم ينصبه الإمام، أما الإمام إذا نصب شخصا ليكون مؤذنا
فإن هذا الشخص الذي نصبه الإمام تشترط فيه شروط زائدة عن هذه الثلاثة، فيشترط مع كونه مسلما وكونه مميزا وكونه ذكرا أيضا أن يكون بالغا، واضح؟ فلا يصح تنصيب صبي ولو مميزا ليكون مؤذنا، ويشترط فيه أيضا أن يكون عدلا، فلا يصح أن ينصب فاسق ليكون مؤذنا، ويشترط فيه أيضا أن يعرف الأوقات، فمعرفة الأوقات شرط في المؤذن الذي نصبه الإمام، ولا تشترط معرفة الأوقات في المؤذن المحتسب. وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد: شرطهما الولا وإسلام ظهر، وفي مؤذن مميز ذكر أسلم، والمؤذن المرتب معرفة الأوقات للمحتسب. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة فقالوا: إذا أذن كافر حكم بإسلامه بنطقه بالشهادتين، واضح؟ ويكون أول أذانه غير مجزئ لأنه وقع حال الكفر، تمام؟ إذن الكافر إذا أتى بالأذان حكم بإسلامه لأنه نطق بالشهادتين، وأول أذانه لما قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا غير مجزئ لوقوعه في حال الكفر. واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا كان هذا الكافر من طائفة تسمى العيسوية أتباع أبي عيسى الأصفهاني، وهم يقولون ويعتقدون إن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي بعثه الله، لكن يعتقدون أن الله بعثه للعرب خاصة، فهذا المؤذن إذا كان من هذه الطائفة وقال أشهد أن محمدا رسول الله فإنه لا يكون داخلا في الإسلام إلا إذا أقر بأنه رسول الله إلى الخلق كافة. ويكره أذان الفاسق بارك الله فيكم وأذان الصبي لأنهم مظنة الخطأ. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان سنن تطلب في المؤذن، قال رحمه الله: ويسن صيت حسن الصوت عدل، أي ويسن كون المؤذن صيتا وكون المؤذن حسن الصوت وكون المؤذن عدلا. ومعنى صيت أي أنه عالي الصوت ليحصل بذلك زيادة الإعلام، وكونه حسن الصوت لأن حسن الصوت في الحقيقة باعث على الإجابة، فأنت عندما تسمع مؤذنا صوته جميل تشعر بانجذاب أن تدخل ذلك المسجد الذي سمعت منه ذلك الصوت الجميل، واضح؟ ويسن أيضا كونه عدلا ليقبل خبره ويؤمن نظره إلى العورات، لأن المؤذن خاصة في الزمن السابق كان يؤذن مرتفعا، فربما إذا ارتفع على المنارة نظر إلى البيوت وما فيها، فلذلك قالوا يستحب أن يكون عدلا. وطبعا أن يكون عدلا هذا إذا لم ينصبه الإمام يكون هذا مستحبا، وأما إذا نصبه الإمام فيشترط أن يكون عدلا. ويسن بارك الله فيكم أيضا أن يكون المؤذن حرا لا عبدا، ويسن أن يكون المؤذن عالما بالأوقات كما قلنا إلا إذا نصبه الحاكم، ويسن أيضا أن يكون المؤذن محتسبا أي طالبا أجره من الله عز وجل لا يأخذ على أذانه أجرا كما جاء في الأحاديث. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والإمامة أفضل منه في الأصح. قال: قلت الأصح أنه أفضل والله أعلم. هذه المسألة بارك الله فيكم خلافية شهيرة في المذهب، أيهما أفضل؟ هل الأذان أفضل من الإمامة أو الإمامة أفضل من الأذان أو في ذلك تفصيل؟
يمكن أن نعدد الآراء في مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله، فنقول إن الآراء في المسألة ثلاثة، وأرجو الانتباه. الرأي الأول رأي من يرى أن الأذان وحده أفضل من الإمامة، أن الأذان وحده أفضل من الإمامة، وهذا ظاهر كلام الإمام النووي هنا في المنهاج، لأنه قال قلت الأصح أنه أي الأذان أفضل أي من الإمامة، وكون الأذان أفضل أي وكون الأذان وحده أفضل من الإمامة، هذا ما اعتمده العلامة الخطيب الشربيني والعلامة الشمس الرملي رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني رأي من يقول إن الأذان إذا كان مع الإقامة فهو أفضل من الإمامة، إن الأذان إذا كان مع الإقامة فهو أفضل من الإمامة، بخلاف ما لو كان الأذان وحده فالإمامة أفضل. وهذا الرأي هو الذي صححه الإمام النووي رحمه الله في نكته على التنبيه، وهو الذي اعتمده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والعلامة بن حجر الهيتمي رحمهم الله تعالى. إذن هذان رأيان. الرأي الثالث رأي من يرى أن الإمامة أفضل من الأذان مطلقا، وهذا ما اعتمده الإمام الرافعي رحمه الله، وعبارته هنا التي هي في الأصل في المحرر والإمامة أفضل منه في الأصح. إذن صارت الآراء ثلاثة، رأي يرى أن الأذان وحده أفضل من الإمامة، ورأي يرى أن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة، ورأي يرى أن الإمامة أفضل من الأذان. واضح؟ ونستطيع أن نقول إن المعتمد أن الأذان أفضل من الإمامة، سواء قلنا بمعتمد شيخ الإسلام زكريا بن حجر أن الأذان مع الإقامة أفضل، أو نقول إن الأذان وحده أفضل من الإمامة. وطبعا احتج من فضل الأذان بأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، أخرجه البخاري. ومنها ما أخرجه مسلم مرفوعا المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، أي أكثر رجاء، لأن الذي يرجو الشيء يرفع عنقه ويمده إليه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، أخرجه أبو داود. بل إن الحافظ ابن حبان رحمه الله قال إن كل من سمع صوت المؤذن فجاء للصلاة كان للمؤذن أجر على دلالته، مستدلا بحديث من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله. وأما من احتج بأن الإقامة أفضل وهو ما اعتمده الإمام الرافعي، فاحتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأن الخلفاء الراشدين واظبوا على الإمامة دون الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن إلا مرة واحدة كما روى ذلك الترمذي رحمه الله تعالى، والخبر هذا في أذانه عليه الصلاة والسلام مختلف فيه، فمنهم من حسنه أو صححه كالعلامة بن حجر رحمه الله، ومنهم من ضعفه. إذن قالوا لما واظب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخلفاء الراشدين على الإمامة دون الأذان دل ذلك على أن الإمامة أفضل، هذا المستند الأول. المستند الثاني حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فأناط الإمامة بالأكبر وجعل الأذان لواحد منهم، فدل ذلك على أن الإمامة أفضل. واضح؟ ويدل على ذلك أيضا بأن الأذان وسيلة والصلاة مقصد، والمقصد أفضل من الوسيلة. وأجيب
على الدليل الأول بأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لم يواظبوا على الأذان، لأن الأذان يحتاج إلى مراعاة الأوقات، ومراعاة الأوقات تفتقر إلى الفراغ، والنبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون كانوا مشغولين بأمور الأمة، وأجابوا على الحديث ليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، قالوا الأذان لواحد منهم، لأن الأذان لا يفتقر إلى شروط كثيرة حتى يعني يراعى فيه الأكبر، بخلاف الإمامة فشروطها أكثر وتحتاج إلى فقه، فطلبت الإمامة من الأكبر بخلاف الأذان، قال ليؤذن لكم أحدكم. قال الإمام النووي رحمه الله: والإمامة أفضل منه في الأصح. قلت: الأصح أنه أفضل والله أعلم. ثم قال: وشرطه، أي وشرط الأذان، الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل، أي شرط الأذان أن يقع بعد دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت. وهنا تأتي مسألة: إذا كان الأذان لا يصح قبل دخول الوقت، فهل معنى ذلك أن الأذان قبل دخول الوقت يكون حراما؟ الجواب: نعم، يكون حراما في صورتين. يكون الأذان قبل دخول الوقت حراما في صورتين. الصورة الأولى: إذا ترتب على الأذان التباس عند الناس، بحيث لو أذن قبل دخول الوقت ربما توهم بعض الناس أن وقت الصلاة قد دخل فصلى، هذه الحالة يكون الأذان قبل الوقت حراما أيضا. تمام. الحالة الثانية: إذا أذن قبل الوقت ناويا الأذان، فإنه يحرم من جهة كونه تلبس بعبادة فاسدة. إذا أذن قبل الوقت قاصدا الأذان الشرعي، فإنه يحرم من جهة تلبسه بالعبادة الفاسدة. إذن الأذان بارك الله فيكم يشترط له أن يقع بعد دخول الوقت، ويستمر وقت الأذان ما بقي وقت الصلاة، بل قد تقرر معنا في الدرس الماضي أنه يشرع الأذان للصلاة الفائتة، أنه يشرع الأذان للصلاة الفائتة، كما جاء في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عن صلاة الصبح. والدليل على أن أذان الصبح يجوز أن يقدم قبل دخول الوقت حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم كما جاء في الحديث رجل أعمى كان لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت. إذا تقرر هذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل دليل على أن أذان الصبح يصح أن يقدم من الليل، فيبدأ وقته من نصف الليل. واختير بارك الله فيكم أن الأفضل أن يؤخر إلى السحر، وهو السدس الأخير من الليل، فيكون الأفضل في الأذان الأول أن يكون في السدس الأخير من الليل. هذا كله بالنسبة للأذان. طيب، بالنسبة للإقامة، متى وقت الإقامة؟ نقول بالنسبة للإقامة: أما المنفرد فعندما يريد الدخول في الصلاة فذلك وقت الإقامة بالنسبة إليه، وأما لمن يصلي جماعة فإن وقت الإقامة حين يأذن الإمام، سواء أذن الإمام بالقول أو أذن الإمام بالإشارة. ثم نقول بارك الله فيكم: إذا أقيمت الصلاة فالمستحب ألا يفصل بين الإقامة والدخول في الصلاة فاصل طويل، فإن فصل فاصل
طويل بين الإقامة والدخول في الصلاة فإنه يعيد الإقامة مرة أخرى، إلا إذا كان هذا الفاصل بسبب أو لأجل تسوية الصفوف، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إنه يستحب تسوية الصفوف ويأمر الإمام بذلك، فإذا طال الفصل لأجل تسوية الصفوف بين الإقامة والدخول في الصلاة فإن ذلك لا يؤثر، والله أعلم. وطبعا من باب الفائدة هنا استثنى الإمام النووي رحمه الله أذان الصبح، فقال إن أذان الصبح يصح، أي أذان الصبح الأول يصح من الليل، أي قبل دخول الوقت. السؤال: أذان الجمعة الأول هل يكون بعد دخول الوقت أو يكون قبل دخول الوقت؟ ماذا يفعل عندكم يا أستاذ عبد الرحمن في داغستان؟ هل يؤذنون الجمعة أذان واحد أو أذانين؟ أستاذ عبد الرحمن عندكم أذانين، متى تكون؟ بعد دخول الوقت؟ قبل دخول الوقت. المعتمد في المذهب أن الأذان الأول في اليوم الجمعة يكون أيضا بعد دخول الوقت، واضح؟ بعده. جميل جميل، هذا هو المعتمد في المذهب. صاحب المقدمة الحضرمية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله جرى في المقدمة الحضرمية على أن الأذان الأول يوم الجمعة يكون قبل دخول الوقت، واضح؟ وفي بعض بلاد حضرموت، بل في غالب بلاد حضرموت وفي بعض بلاد اليمن، ما زالوا يعملون بهذا الرأي إلى يومنا هذا، فيؤذنون الأذان الأول يوم الجمعة قبل دخول الوقت والأذان الثاني عند دخول الوقت، واضح؟ لكن العلامة ابن حجر رحمه الله رد ذلك وتعقبه في شرحه عن المقدمة الحضرمية، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن مؤذنان للمسجد، يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده. مستند استحباب مؤذنين في المسجد الحديث السابق: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولا يسن الزيادة على مؤذنين إلا عند الحاجة. طيب، هنا تأتي مسألة يا شيوخ: إذا كان في المسجد مؤذنان كيف يؤذنان؟ هل يؤذنان معا؟ هل يؤذن الأول ثم الثاني؟ كيف يؤذنان؟ انتبهوا معي. نقول: إذا كان وقت الصلاة واسعا فإنهما يؤذنان على التعاقب، فيؤذن الأول فإذا انتهى أذن الثاني، لأن هذا أبلغ في الإعلام، هذا إذا كان الوقت واسعا. فإن كان الوقت ضيقا، ننظر إذا كان المسجد كبيرا فإن كل واحد منهما يؤذن في نفس الوقت، لكن كل واحد منهما في طرف، هذا إذا اتسع المسجد. فإن كان المسجد ضيقا بارك الله فيكم، فنقول حينئذ يؤذنان معا، أي بنفس الصوت، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى اختلاط الأصوات، فإن أدى ذلك إلى اختلاط الأصوات فحينئذ يؤذن واحد منهما فقط ويقرع بينهما. إذن على هذا الترتيب، وأرجو أن يكون هذا الترتيب واضحا. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما الذي يسن لسامع الأذان، فقال رحمه الله: ويسن لسامعه مثل قوله إلا في حيعلتيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم. نقول بارك الله فيكم: يسن لسامع الأذان ولسامع الإقامة
سماعا يفسر اللفظ بحيث يعرف معناه، يعني يسمع الأذان بحيث أنه يعرف المعنى، يسمع الأذان سماعا واضحا، لا أنه يسمع صوتا هو صوت أذان لكن لا يفهم كلماته. فإذا كان يسمع الأذان أو الإقامة سماعا يفسر اللفظ بحيث يعرف معناه، فحينئذ نقول تسن الإجابة. وكيف يجاب المؤذن؟ نقول في إجابة المؤذن وفي إجابة المقيم كيفيتان. الكيفية الأفضل أنه يجيبه بعد كل جملة، فيجيبه جملة جملة. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال المستمع والسامع الله أكبر الله أكبر إلى آخره، جملة جملة. والكيفية الثانية وهي المفضولة أنه يسمع كل الأذان ثم يجيبه بالإتيان بالإجابة بعد فراغ المؤذن، واضح؟ فهما كيفيتان، ونفس الكلام في الأذان ستقوله في الإقامة. إذا تقرر هذا فتأتي مسألة عند الترجيع، المؤذن إذا رجع، تمام؟ إذا قال طبعا كيفية الترجيع كالآتي، يقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع إلى رفع الصوت فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. السؤال، هل عندما يرجع المؤذن هل يستحب للسامع والمستمع أن يقول مثل ما يقول أو لا؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يقل فقولوا مثل ما تسمعون، واضح؟ ومن هنا أخذ بعض العلماء رحمهم الله أنه يجيب السامع المؤذن في الترجيع حتى ولو كان لا يسمع الترجيع. وإذا كان الإنسان يقرأ القرآن وسمع الأذان فإنه يقطع قراءته لإجابة المؤذن. قال الفقهاء رحمهم الله وتكره إجابة المؤذن لمن كان في الصلاة، وإذا أجاب في أثناء صلاته فإن الصلاة لا تبطل، إلا إذا سمع مثلا حي على الصلاة، إلا إذا قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح، أو إذا قال صدقت وبررت في داخل الصلاة فإن الصلاة تبطل بذلك، إذا قال صدقت وبررت، لأن هذا خطاب لآدمي. إذا من كان في الصلاة يكره له إجابة المؤذن، كذلك من كان في حالة جماع يكره له إجابة المؤذن، كذلك من كان في حال قضاء حاجة يكره له إجابة المؤذن، وهؤلاء يجيبون بعد الفراغ من حوائجهم. فإذا فرغ من صلاته وفرغ المجامع من جماعه وقاضي الحاجة من قضاء حاجته فإنه يجيب إذا كان الزمن يسيرا، إذا قرب الفصل. وإذا استمع أو سمع الأذان من هو جنب، أو سمعت الأذان امرأة في حال حيض، فإنها تجيب، لأن ألفاظ الأذان من جملة الأذكار، والذكر لا يحرم على الحائض والجنب، مع أن الإمام السبكي رحمه الله اختار أن الجنب لا يجيب المؤذن، وصاحب الزبد رحمه الله أشار إلى هذه المسألة فقال مرتفعا كقوله أجابه مستمع ولو مع الجنابة. وإذا سمع الإنسان أكثر من مؤذن فإنه يجيب كل واحد، وهذه المسألة بارك الله فيكم مما ينبني على مسألة الأمر هل يفيد التكرار أو لا. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن
فقولوا مثل ما يقول، واضح أنه يقتضي التكرار لأن الأمر علق بشرط، فكلما سمعت المؤذن استحب لك أن تقول مثل ما يقول، بل قال الفقهاء حتى لو سمعت المؤذن وأجبته ثم صليت ثم سمعت أذانا آخر فإنه يستحب لك أن تجيب المؤذن الآخر. وكذلك في الإقامة تجيب المقيم، يستحب أن تجيب المقيم. وإذا أجبت المؤذن والمقيم فإنك تقول مثل ما يقول، إلا في 4 استثناءات. الاستثناء الأول في الحي علتين، فإن المستمع والسامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا في التثويب، حينما يقول المؤذن في الصبح الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول صدقت وبررت بكسر الراء الأولى، أي صرت ذا بر، مع أن الحديث الوارد في ذلك لا أصل له كما قال شراح المنهاج وتعقب ابن الرفعة رحمه الله. الموضع الثالث من الاستثناءات عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أو عند قول المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإن المستمع يقول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلني من صالح أهلها. الموضع الرابع مما يستثنى إذا قال المؤذن في يوم مطير ألا صلوا في رحالكم، فإن العلامة جمال الدين الإسنوي رحمه الله قال إن المستمع يجيب فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. قال ولكل، ماذا يقصد؟ يقصد أنه يسن لكل من المؤذن والمقيم وسامع الأذان وسامع الإقامة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان والإقامة، لما روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. قال الإمام النووي ثم، أي ثم يسن أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والمراد بالمقام المحمود كما لا يخفاكم الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة. ويسن أيضا الدعاء بين الأذان والإقامة، فقد جاء في الأحاديث إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ويسن أن يصلي ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. ويكره أن يخرج الإنسان من المسجد أو من محل الجماعة بعد الأذان وقبل أن يصلي إلا إذا كان هنالك عذر فيخرج لذلك العذر. قال الفقهاء رحمهم الله ويسن تأخير الصلاة، أي بين الأذان والإقامة، بقدر ما يجتمع الناس إلا في صلاة المغرب، فإنه يسن التعجيل فيها للخلاف القوي في ضيق وقتها. إذا تقرر هذا فإننا نكون بهذا انتهينا من فصل الأذان، ونشرع في الفصل الذي بعده وهو فصل استقبال القبلة. قال رحمه الله تعالى فصل، استقبال القبلة شرط لصلاة القادر. هذا الفصل يشتمل على أحكام ومسائل تتعلق باستقبال القبلة أو استقبال بدل القبلة، وبدل القبلة هو صوب المقصد الذي يسافر إليه المسافر إذا أراد أن يصلي النافلة أثناء سفره. وقول الإمام النووي رحمه الله فصل، استقبال القبلة شرط. ما المراد بالقبلة؟ المراد بالقبلة بارك الله فيكم الكعبة، وليس المراد بالكعبة، وهنا تنبه، ليس المراد بالكعبة
الجدار فقط، ليس هذا المراد في اصطلاح الفقهاء، بل المراد بالكعبة في اصطلاح الفقهاء سمت البيت وهواء البيت إلى السماء السابعة ارتفاعا وإلى الأرض السابعة نزولا، كل هذا يسمى قبلة عند الفقهاء. إذن ليس المراد بالقبلة في اصطلاح الفقهاء الجدار الذي تراه أمامك. وحينئذ لما قال الإمام النووي رحمه الله: فصل، استقبال القبلة شرط. المراد بقوله استقبال أي استقبال القبلة بالصدر في حال القيام إذا صلى قائما، وفي حال القعود إذا صلى قاعدا، فالاستقبال يكون بالصدر. فلو خرج شيء من عرض بدنه عن محاذاة الكعبة لا تصح صلاته، بمعنى لو أنه حاذ الكعبة ببعض بدنه وخرج بعض بدنه الآخر عن محاذاتها لا تصح صلاته، بل لا بد أن يحاذي الكعبة بجميع بدنه. إذن قوله هنا فصل، استقبال القبلة، نقول استقبال القبلة أي بالصدر حالة القيام أو القعود، واستقبال القبلة بمعظم البدن حالة الركوع والسجود. فلا يكفي أن يستقبل القبلة بوجهه، لا يكفي أن يستقبل القبلة بوجهه إلا في من صلى عاجزا، تمام، حال كونه مستلقيا، فهذا سيأتي الكلام في موضعه عنه إن شاء الله تعالى. ثم هل الواجب في استقبال القبلة استقبال عين القبلة أو يكفي استقبال الجهة؟ هذه مسألة خلافية شهيرة أيضا، فإن المذاهب الثلاثة قالوا يكفي استقبال الجهة في حق من كان بينه وبين القبلة حائل، في حق البعيد الذي بينه وبين القبلة حائل يكفي استقبال الجهة. ومذهب الشافعية أنه لا بد من استقبال العين، لكنهم فصلوا فقالوا: من كان يرى الكعبة ليس بينه وبينها حائل فهذا يجب عليه استقبال عين الكعبة يقينا، ومن كان بينه وبين الكعبة حائل فإنه يجب عليه أيضا استقبال عين الكعبة لكن بالظن الغالب. إذن فقط فرقوا بين البعيد والقريب، من كان يشاهدها ومن كان بينه وبينها حائل، فرقوا في أن من كان يشاهد القبلة، من كان يشاهد الكعبة فإنه يجب عليه الاستقبال عينا، واضح؟ يقينا يستقبل عينها يقينا، ومن كان بينه وبين الكعبة حائل فيجب عليه أيضا أن يستقبل عينها لكن يكفيه غلبة الظن. وهذا فيما أعرف والله أعلم أنه من مفردات مذهب الشافعية. ودليل الاستقبال قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمراد بالمسجد الحرام هنا عين الكعبة، ولذلك قال بعض المفسرين: كل موضع في القرآن جاء فيه المسجد الحرام فيراد به جميع الحرم إلا هذا الموضع، فإن المراد بالمسجد الحرام عين الكعبة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في وجه الكعبة ثم قال: هذه القبلة، هذه القبلة. والقاعدة أن الجملة إذا عرف طرفاها هذه معرفة، القبلة معرفة، أفادت الحصر. الجملة إذا عرف طرفاها أفادت الحصر. ومن عجز عن استقبال القبلة، هنا قال في المتن: فصل، استقبال القبلة شرط لصلاة القادر. خرج بالقادر العاجز، فمن عجز عن استقبال القبلة لنحو
كونه مربوطا أو مصلوبا فإنه يصلي على حاله ويعيد. ثم قال رحمه الله: إلا في شدة الخوف ونفل السفر. استثنى رحمه الله تعالى حالتين يسقط فيهما استقبال القبلة. الحالة الأولى في شدة الخوف، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا فإن استقبال القبلة يسقط للضرورة، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن نافع رحمه الله عن ابن عمر أنه ترى قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال أي على أرجلكم أو راكبين، قال عبد الله بن عمر: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: ولا أراه ينسب ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن الاستقبال يسقط في شدة الخوف، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. والصورة الثانية التي يسقط فيها استقبال القبلة في نفل السفر، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا. ومستند الأمر الثاني الذي يسقط فيه استقبال القبلة حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، أي يتنفل على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل. وجاء أيضا هذا من حديث أنس. والحكمة في سقوط استقبال القبلة لمن سافر وأراد أن يصلي النافلة أنه يحافظ على أوراده من النوافل مع حاجته للاشتغال بالسفر، لأن الناس لو قلنا لهم لا تصلوا إلا إلى القبلة ربما شق ذلك عليهم وأدى بهم ذلك إلى ترك نوافلهم. ولذلك من سماحة هذه الشريعة أنها رخصت لمن أراد أن يسافر أن يصلي النافلة، لمن كان مسافرا أن يصلي النافلة إلى غير القبلة. وطبعا هذه الرخصة تختص بالمسافر، أما الحاضر الذي في الحضر فليس له أن يصلي النفلة إلا إلى القبلة، وكذلك المسافر ليس له أن يصلي الفرض إلا إلى القبلة. واضح؟ إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فقلت لكم وسيأتي في كلامه أن هذه الرخصة يشترك فيها المسافر سفرا طويلا أو قصيرا. وضابط السفر الطويل كما لا يخفى عليكم مسيرة يومين، وضابط السفر القصير أن يسافر إلى مكان يبعد نحو ميل، والميل تقريبا 3 كيلومترات، أو إلى مكان لا يسمع منه النداء يوم الجمعة، فهذا ضابط السفر القصير والله أعلم. ثم قال رحمه الله: إلا في شدة الخوف ونفل السفر راكبا وماشيا، أي له أن يتنفل إلى غير القبلة إذا كان مسافرا، سواء كان راكبا أو كان ماشيا. أما الراكب فلنص الحديث المتقدم، وأما الماشي فقياسا على الراكب، لكن هنا شروط لا بد منها، يعني يشترط 3 شروط. الشرط الأول أن يترك الأفعال الكثيرة التي ليس لها حاجة كالعدو الجري مثلا. الشرط الثاني أن يترك تعمد وطئ النجاسة، أن يترك تعمد وطئ النجاسة، فلو تعمد وطئ النجاسة ضر ذلك فلا تصح صلاته. الشرط الثالث أن يستمر سيره، أن يدوم سيره، فلو وصل إلى محل إقامته لزمه استقبال القبلة. هذه 3 شروط. وهنا بارك الله فيكم تأتي مسألة الصلاة في الطائرة. فالصلاة في الطائرة يعني إذا تمكن الإنسان أن يستقبل القبلة وأن يتم ركوعه وسجوده وسائر الأركان، فحينئذ تجزئه صلاته،
ولا يلزمه لا يلزمه إعادتها إذا وصل إلى المطار. وأما إذا أخل بالاستقبال أو أنه لم يتم الأركان فإنه يصلي على حسب حاله ويعيد الصلاة حينما يصل إلى المطار. واضح؟ وقلنا يصلي على حسب حاله مراعاة لحرمة الوقت. وهذا ما أفتى به العلامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى، فقال في فتاواه في المجلد الأول صفحة 56: المصلي على الطائرة إذا توجه إلى القبلة وأتم ركوعه وسجوده ولم يكن مسيرا لها، أي لم يكن هو الذي يقود الطائرة بحيث أن سير الطائرة ينسب إليه، فذكر ثلاث شروط: الشرط الأول الاستقبال، الشرط الثاني إتمام الأركان، الشرط الثالث ألا يكون مسيرا لها. فقال: المصلي على الطائرة إذا توجه إلى القبلة وأتم ركوعه وسجوده ولم يكن مسيرا لها تصح صلاته فرضا أو نفلا لاستقرار المصلي في نفسه مع عدم نسبة سير الطائرة إليه، قياسا على ما ذكروه في الصلاة في السفينة، لأنهم ذكروا أن الصلاة في السفينة تصح لأن سير السفينة لا ينسب إليه، ولأنه يمكنه الاستقبال ويمكنه إتمام الأركان. قال: قياسا على الصلاة في السفينة والأرجوح المعلقة بالحبال والسرير المحمول. وبالتالي نقول: لا يشترط الاتصال بالأرض لا مباشرة ولا بواسطة. وهذه الفتوى تخالف الفتوى التي أفتى بها مفتي الشافعية في زمانه العلامة إسماعيل الزين اليمني رحمه الله تعالى، فإن له رسالة ألفها في هذه المسألة سماها إعلام الزمرة السيارة بأحكام أو بحكم الصلاة في الطيارة، رأى فيها أن الصلاة في الطيارة يعني لا تصح ويجب إعادتها حتى وإن أتم الأركان واستقبل. وفهم من كلام الفقهاء أنه لا بد من الاتصال بالأرض. واضح؟ وفي الحقيقة هذا ليس بشرط لمن قرأ كلام الفقهاء وتدبر فيه، بل الشرط ألا يكون السير منسوبا إلى المصلي. وعبارة التحفة في المجلد الأول صفحة 98 و800 قال: وفارقت الدابة السفينة، كلمة الدابة زدتها للتوضيح، وفارقت الدابة السفينة بأنها، أي بأن السفينة تشبه البيت للإقامة فيها شهرا أو دهرا، والسرير الذي يحمله رجال بأن سيره منسوب إليهم وسير الدابة منسوب إليه أي إلى الراكب. إذا فهمت هذا ستفهم أن من صلى في الطائرة واستقبل القبلة، وهذا ممكن عبر التطبيقات اليوم، وأتم الأركان ولم يكن سير الطائرة هذا منسوبا إليه، فإن صلاته تصح ولا تلزمه الإعادة. ثم قال رحمه الله: ولا يشترط طول سفره على المشهور. وهذا قد قررته لكم أن هذه الرخصة لا تختص بالسفر الطويل، بل تشمل السفر طويلا كان أو قصيرا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأنا أعتذر في الحقيقة، أسرع في الكلام ربما حتى يعني أقطع شوطا كبيرا في القدر المشروح. بارك الله فيكم، ولعل الله عز وجل يسر لنا ولكم الخير. وياكم. تفضل. الإقامة إعلام للحاضرين، وبالتالي استعمال مكبر صوت الإقامة لا يظهر فيه مقصد شرعي إلا إذا تعرف